اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني يا الله يا كريم. والنهاردة هنشوف الفرخة من غلو. قبل ما نبدأ الفيديو اعملوا لايك يا ستات لو تكرمتوا، شيروا الفيديو لو تكرمتوا. من غليو لما العلف غلى كده هوت بقيت ناكل بيض الكتاكيت، لان الكتاكيت بتاكل علف كتير، وانا هنجيب لهم منين الكيلو ب25 جنيه. كان عندي بطه بلدي والدكر سوداني بتبيض، دكر اسكوفي بتبيض يطلع مجنس. رحت اخد البيض وحطاه، الله اعلم بقى ربنا كرمني بايه، والله ما اعرف. انا سمحت حاجه بتصاصي اهي تحتها اهي، سمحت حاجه بصاصي، رحت قلت لما نجيب التليفون. بصوا بسم الله ما شاء الله، مش عارفه طلعت قد ايه. الله الله، حتى يكونوا خمسه ولا كده. بسم الله ما شاء الله، اي حاجه. لسه البيض زي ما هو، يبين عليه واحده بس هي اللي طلعتها. بسم الله الرحمن الرحيم، فعلا واحده جميله. بصوا بطه مجنسه جميله ازاي، الدنيا ساقعه والبيضة باين عليها كبيرة. بصي البطة كبيرة ازاي وجميلة ازاي. بطة بطة يا رحيم، طلعت بطة واحدة بس يا رحيم. بصي يا رحيم، بطة واحدة شاي الفرخة، شايف الفرخة وعمايلها، بطة واحدة الرحيم. تعالى اقف في الحتة دي عشان تقول لهم ازاي حالكم ولا كده. تعالى اقف فين؟ ايه؟ دي وحشة الفرخة دي يعني؟ طلعت واحدة بس؟ طب تعالوا اقف هنا عشان تقول لهم صباح الخير. ايوه 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 هنا. لا لا هنا كده، ادي وشك ليه هنا. ايوه يلا يلا ارفع وشك بقى لفوق، قول لهم بصوا على الهوا. يلا باي. ما 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 اشوف. شايفي رحيم؟ بطة واحدة اللي طلعتها، وبعدين في الفرخة دي كل مرة تطلع فرخة فرخة بطة بطة واحدة في. لا بسم الله ما شاء الله، الله هو أكبر. يا بي يا ودي رحيم، ما أنا شايفة أدي واحدة كمان أهي، بسم الله ما شاء الله، والتانية في البيضة أهي، بسم الله ما شاء الله، الله هو أكبر. دي طلعت أهي ولا بص، بصوا البيض باين أهو، بصوا البيض الأخضر ده بيض البطة، أهي بط مجنس. هنأكله بقى إيه؟ هنجيب له كيلو 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 علب ب25 جنيه. بص 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 رحيم بتطلع من البيضه ازاي. رحيم بص، شايف شايفه يا رحيم؟ تعالي شوف شوف شوف. بص اظن انت اول مره تشوف يا رحيم بيض كده. بص كده اهو حلو. اطلع اطلع، يلا 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 يا فتي يا فتي، هي كامله هي. بس بس يا بس، كلي البيض كلي البيضة. بسم الله ما شاء الله، الله هو أكبر يا ولاد. عاوزة تنشب بقى بو كده تلاتة رضا. ده بقى ده مجنس، بط مجنس. بس اللي تحتها كده بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. كم واحدة يا ولد؟ استنى عدوا، دي واحدة بيضة كمان اهو يا ولد. بس واحد اتنين تلاتة أربعة، الله هو أكبر يا ولد. بس هنضطر لما نشوفه ناخدهم عشان هي تطلع الباقي. استنى كده، بص بص بيض القشرة زرقاء ازاي، استنى ما باينة ولا ايه؟ خضرة ازاي، مش بيض البط البلدي الاصفر. ايوه شايف، بس هي المشكلة برضو في ايه، انها توقف والدنيا ساقعة وتسقع البيض التاني. استنى اهو البيض اهو، البيض التاني تحتها كتير ده. بصوا ده اهو باين اهو، البيض الازرق ده بيجي، والبيض التانيين شايفين البيض ده. راحت الجاره جت، والنبي يا اختي جارتي جت والله، والنبي يا اختي البطه هربت وسابت البيض وفاضل له يومين. انا نقول لها والله ما عندي حاجه راكده، اللي هي فرخه وتحتها 10 بيضات مجنسين مش هتدفي، وني بس خدي بس خدي. كان معاها 11 بيضة بايق، راحت عطياني 6. قلت لها والله الفرخة ما هتخبي، هي بص وفاضل لهم يومين. والله ما انا عارفة،
هي اللي في حاجه بتخروش برضو في بيت في بيت الست جارتي. انا اقول لها مش هتعمل مش هتدفي، مفيش فايده. والنبي لازم يبقوا كده طلعوا كام، اربعه اربعه. بصوا يا ستات حكايه البيض ده ايه، اهي البيض الست اهي. خلونا هنعمل لها عشان بيني وبينها ربنا. البيض اللي انا معلمه ده، دي كانت اول ما ست بيضات حطتهم لها، حطتهم للفرخه ده. هي كانت لسه البطه ما لسه البطه بتبيض. استنى اهو بيض البطه البلدي، كانت البطه لسه بتبيض، ست بيضات حطتهم لها وراحت ايه، وبعد اسبوع كده فرتهم لقيت واحده فاضيه والخمسه ايه مليانين. وكانت البطه باضت كمان خمسه، رحت حطهم لها بس علمتهم اهو. بص علمتهم ان دومت يعني بعدهم بسبع ايام كده اهو. اه علمتهم اهو دوم لسه دهم. وبعدين ايه راحت طلعت خمسه اهو، مش عارفه البيضه الثانيه. البيضه الثانيه مش متعلمه، لا ده متعلم. استنى اما نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، من الشيطان الرجيم، متعلم. والله عاوزه تقعد تدفيهم، نعمل ايه بس يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم اهي، ونجرة اهي البيضة الخامسة اهي. بصوا نجرة اهي، بصوا اهو نجرة. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم البيضة الخامسة اهي نجرة اهي. يا ربنا يهديها، ربنا هنحط نجرة كده هو، اصل الدنيا ساجعة وما تدفيش كل ده. المهم انا عاوزاها تعرج دمت كده كويس، وناخدهم هناخدهم في كرتونة وناكلهم، هناكلهم بقى عبادي من الغالي ده. ربنا يهديها بس، اقعدي اقعدي ربنا يهديها. ناكلهم بادي من 25 جنيه نجيب لهم، هنبوش لهم والله رجمتين كده، ونضربهم في الخلاط كده ونسقيهم كده في الاول، وبعد كده نضطر هنجيب لهم علف. اصل هو البط ده نوعه جميل، المجنس ده احلى من السكوفي واحلى من البلدي، بيكبر بسرعه زي البكيني وزي البلدي، يكبر بسرعه وفي نفس الوقت يشيل لحمه ويبقى نفح في الاكل كمان، نفح زي البط السكوفي كده اهو. ام هم بقى ايه تعرفهم بقى من هنا بالليل ناخدهم، بس ربنا يهديها. اقعدي اقعدي هي لما تطلع توقف شايفين، وتسجع البيض. هعمل ايه بس في الست ده، هيت يلا بقى. والدنيا ساقعه، لو كان حر ما كانش يسيبوا حاجه. هي سلام تخاف بقى على البيض، تخاف على البط توقف. بصوا اهي وقفت اهي، ولا بتدفي البيض التاني. بس رحيم بس رحيم، يلا بقى ايه اللي ربنا كاتبه بقى هو اللي يكون. بالليل بقى هنغطي عليها المكان، انا مغطيه عليها بالقماش اهو. بصوا بالقماش، حاطه قماش فوق البتاع ده، قماش قديم ودفيه. هروح عندي عندي دفايه قديمه كمان، وعندي حاجات كمان هنحطها عليها ندفيها لما تطلع كمان حتى البيضة دهية الخمسة. وهنربيهم كده بالراحة. لكن الكتاكيت والله قاعدة ناكل بيض الهندي، يعني بيض الهندي دلوقتي، البيضة البلدي، البيضة البلدي بتلاتة جنيه، البيضة دي بتسعة جنيه البيضة الهندي، وقاعدة ناكلها. بس هعمل ايه، هنأكلهم منين إيه؟ يا سر عاجبك كده رحيق، عاوز تقعد كده طول النهار. يلا بقى للفيديو بقى كبير خالص كده، يلا نقول لهم ايه، يلا يا رحيم، يلا يا رحيم قول لها باي باي. يلا قول لهم باي باي. لا كشي كشي ايه كشي، نقول لهم باي باي. لا كشي نصورها، ما انا صورت كتير بقى يا رحيم بقى بزيادة بقى. لا كشي، لا بزيادة بقى الفيديو بقى كبير خالص. يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشوفكم في فيديو جديد.